هذا البرنامج إنتاج سيجا إحدى شركات مجموعة دال. ودائما عامرين. في حلقتنا النهارده هنعمل مع بعض حاجه من الخضار، هناخد الخضار ونعمل منه حاجات كتيره، هنعمل منه طاجن لو حبيتوا تسموه طاجن او صينيه، وهتبقى من الفراخ. كميه الفراخ قليله والخضار طبعا طالما قلنا فيها خضار هتكون كميه الخضار كتيره. من نفس الخضار هنعمل سلطات. انواع السلطات اللي هتعمل ممكن تكون دافيه، ممكن تكون بارده، ممكن تكون منفصله مش مخلوطه، مش عشان بنقول سلطه يبقى كله مخلوط على بعضه. الحلو بتاعنا هيكون الفكره بتاعته سهل ظريف، وكمان هنجاوب على اسئله للناس اللي عندها البسكوت بيبقى ناشف، فدوت ممكن يكون بسكوت ما بين الكيك وما بين البسكوت، ممكن يتسقي شربات. تعالوا مع بعض نبتدي ونعمل معاكم اول حاجه، وهتكون طاجن الفراخ واللي فيه خضار كتير. ودايما عامرين. حلقتنا النهارده هيكون معظمها من الخضار، الخضار اللي هنستعمله للطبق الرئيسي وللطبق الجانبي وللسلطه، ونعمل اكتر من نوع من السلطه بنفس الخضار الموجود. حتى لو 7 انواع خضار ممكن نعمل اكتر من 20 نوع سلطه، لكن الفكره ازاي نحطهم توافيق وتبديل، هو ده الموضوع. البدايه هجيب الخضار واقول ان انا هستعمل خضار اللي موجود عندي، اذا كان موجود الاسود اللي هو البتنجان او الفلفل او القرع او الطماطم، حتى العجور ممكن ايه اللي هعمله سلطة وايه اللي هعمله في الطاجن عندي، هو دوت اللي هيفرق. لكن من نوع او نوعين او 3 او 7 انواع خضار زي ما قلنا ممكن نعمل اطباق كتيرة وسلطات كتيرة. نوع الخضار هيكون في منه اللي هو النشويات زي الدرنيات زي البطاطس، ونوع تاني هيكون اللي هو البصل كمنكهات او بيعتبر ان هو ممكن يكون كعطريات، وهنستعمل الخضرة نفسها اللي هو الألوان التانية الطماطم والبتنجان. لكن هحط معهم فراخ. بالنسبة للفراخ اللي أنا هستعملها هتبلها، هتبل الفراخ اللي هي تتبيلاتها هتكون بسيطة جدا. هحط زيت وملح وفلفل، شوية ملح وفلفل صغيرين، هحط شوية فلفل أسود وشوية ثوم صغيرين هنا هوت مفروم ناعم، بقدونس مش كتير وشوية ملح. دول اللي هحطهم ينوت على اساس هم دول اللي هاخدهم واتبل بيهم الفراخ، يعني يا دوبك صدور الفراخ. لو عندي فراخ كاملة وصحيحة بشيل منها العظم بخلي الجلد، ده بيساعد على ان وانا بسويها تفضل الفراخ بتبقى شبه طرية من جوه، يعني ما بتستويش كلها وبعدين تنشف من جوه، لا بتبقى لسه من جوه طرية. وبالتالي انا مش هسوي الفراخ دي التسويه كامله، يعني انا هكمل سواها مع طاجن الخضار اللي هعمله. بس في الاول هنا بتبلها بشويه الملح والفلفل الاسود والثوم والبقدونس، وبعد كده بحطهم، ممكن احط شويه عصير ليمون لو حبيت شويه صغيرين. ومش هستعمل زيت هنا، طالما عندي زيت في التتبيله اللي انا حاططها بحطها كده اهوت واحمر دول، وبعدين ابتدي نعمل مع بعض اللي هي الخضار اللي احنا هنستعمله. زي ما قلت هستعمل الخضار، والخضار هيكون بتنجان. هو مش طاجن معمول زي فكرة، يعني مش هتكون مسقعة، بس هتكون الفكرة قريبة جدا. بجيب شوية زيت بحطهم هنا في الطاجن، وبعد كده بحط الحاجات اللي انا هعملها. انا جايب هنا بصل وعايز استعمل بصل، فبجيب البصل وافتحه الاول هنا هو تحت في الطاجن من تحت اللي انا هسوي فيه، فبحط هنا كمية بصل كافية بغطي بيها اول راق، وبعد كده بشوف ايه الخضار التاني اللي عندي. الخضار اللي انا عندي، عندي بطاطس. البطاطس تاخد سوى اكتر من الحاجات التانية زي الطماطم، فاذا هحط البصل وبعدين بحط عليه البطاطس. التتبيلة بتاعتي هتبل كل ما بحط راق هنا هوت، بجيب شوية من الفلفل الاسود، بحط شوية تتبيلة هنا من الفلفل الاسود، وبحط شوية من الملح، بحط شوية ملح كده، وبعدين هجيب كمان ممكن احط شوية فلفل اخضر متقطع حلقات، وهجيب الفراخ اللي احنا بنسويها دلوقتي نقلبها او نقلبها يا دوبك تاخد لون، نغير لونها. بمجرد ما بتستوي نص سوا تقريبا اخدها واقطعها على اساس ديت اللي هعملها راق تاني. يعني هجيب الفراخ
وبعدين اقطعها على اساس ان انا سويتها نص سوا، مش لازم تكون سوا كامل. ولو عايز ما احطش كميه كتيره من اللحمه، بقطعها رفيع وبعدين افردها على الطاجن ده. السائل اللي هيجي هنا يكون عباره عن مرقه، استعمل مرقه واستعمل ميه، وممكن الطماطم اللي هستعملها تكون برضو جزء من السائل اللي هي هتبقى في الطبق هنا. نجيب قطع الفراخ ديت ونرصها هنا اهو، نحطها كده، بغطي كل حته هنا اهو، نحط كل الفراخ هنا. وعندي اللي احنا سويناهم دلوقتي، باخد واحده منهم، وزي ما قلت بتبقى التسويه نص سوا على اساس ان انا هكمل سواها في قلب الخضار. بس ما بفضلش ان انا اعملها واخليها كتير، يعني بمجرد ما بقطعها وبعملها كده بدخلها الفرن مباشره، لان الفراخ مش مستويه سوا كامل. مهم جدا يا اما اسوي الفراخ في الاول، ما اسيبهاش ابدا نص سوا. يعني لو نص سوا ممكن يبقى البكتيريا فيها بتتكاثر، ودي تبقى خطر جدا ان انا اسيبها. فبالتالي بمجرد ما بقطعها واحطها كده بدخلها في الفرن. ارجع ونجيب هنا البتنجان. والبتنجان ده طريقه القلي اللي انا قليته بيه، حطيت شويه زيت في صينيه دخلتهم الفرن، طلعته من الفرن كان مستوي، يعني مش محتاج ان انا اقليه في زيت عشان ما يتشربش في زيت، يعني حتى لو اتكيت عليه ما بيطلعش اي زيت. فدي حاجات صغيره براعيها وانا بطبخ وبتسهل عليا، لان في ناس كثيره ما بتعملش الاكل لانه بياخد منها وقت كتير، لكن انا طالما الفرن ولعته برش شويه زيت في قلب الطاسه او الصينيه اللي هحطها، وبعدين بحط البتنجان وادخله الفرن. اطلعه بيكون استوى. نحط هنا شوية فلفل متقطع، وبعد كده آخر حاجة بحطها هنا الطماطم. أنا في النص هنا ما حطيتش أي جبنة، لو حابب إن أنا أضيف جبنة ممكن كنت أضيف كمية جبنة، وما عملتش صلصة طماطم، ما حطيتش أي مرقة ولا أي حاجة. هي الطماطم اللي فوق ديت هتكون كافية إنها أغطي بيها القالب دوت، وبعدين ممكن أتبل ديت بشوية فلفل. نحط فلفل هنا، جه فلفل كتير في واحدة، ناخد شوية ونفردهم على كل حتة هنا بالطماطم، تأكد ان كلها اتغطت هنا اهو. ونفس الشيء بالنسبة للملح، حط شوية ملح هنا اهو، بغطيها كدهوت. وبعدين باجي واحط جبنة، احط شوية جبنة اغطيها بجبنة كلها. ولو حسيت ان ما عنديش مرقة كافية او سائل كافية، اما بحط شوية مية او شوية مرقة، بس ما بغسلش كل التتبيلة اللي احنا حطيناها ديت، يعني عشان احطها واتأكد ان التتبيلة ديت معمولة وفضلت الملح والفلفل اللي انا ضفته. بجيب شوية من المرقة واحط المرقة ديت في الجنب، يعني ما بحطهاش على كل، لا بحطها في الجنب هنوت عشان ما نزلش كل الملح والفلفل اللي انا حطيته على الطماطم من فوق. نحطهم هنا في الاركان، وده يكونوا كافيين ان انا لما ادخلها الفرن ناخدها هنوت. ولما ادخلها الفرن واسويها ممكن تاخد على الاقل حوالي 45 دقيقة، وحسب الكمية اللي انا حاططها وحسب عدد الرقات اللي انا عاملها. وكمان المهم في الفراخ اللي انا عاملها تكون استوت ولا نص سوا، لو نص سوا محتاج ان انا اسويها سوا كامل. الجبنة بتسيح، وبيبقى القالب او الطاجن اللي احنا عاملينه بيكون ده الشكل بتاعه. نجيبه هنا اهو، بيكون ده الشكل بتاعه، في مرقة منه نزلت، يعني ممكن دوت اكله لو حبيت احطه بدل ما بناكل هو هيبقى بس الملاح، ممكن احط دوت واستعمله مع اي نوع خبز، او لو حبيت مع رز، لان بيبقى فيها مرقة نزل منها، وكمان الخضار اللي نزل منه مرقة، والمرقة اللي انا ضفتها. نجيب قطعة منها هنا اهو، واجيب الطبق اللي هقدم فيه، نشيل دول من هنا، اجيب الطبق اللي اقدم فيه، ممكن احط شوية بقدونس في الطبق نفسه او ازينها بشوية بقدونس، وبطلع الطاجن دوت اللي هو فيه بطاطس وتقريبا فيه كل انواع الخضار مع شوية من الفراخ، ممكن نزود الفراخ او نقللها، ودوت هيكون الطبق البداية اللي هعمل منه بعدين هرجع واكمل بالخضار. هستعمل الخضار ده واعمل منه انواع سلطة كتيرة. ودايما عمرين. ودايما عمرين. فلفل اخضر، طماطم، بصل ابيض ولا اخضر، عجور ولا خيار،
تشجير. المهم مش مهم ايه هو، المهم تعمل اكلك تلونه بامن وامان، ويا سلام لو حط عليه زكوه. يا سلام. نكمل مع بعض اللي احنا ابتديناه، وقلنا ان هو من سبت الخضار دوت اللي فيه كام نوع خضار ممكن نعمل اصناف كتيره. فانا عندي هنا خضار اللي هو الجزر، هبشره وممكن احط عليه بعد ما بيتبشر شويه من البقدونس وشويه ثوم، مش لازم احطهم كلهم في طبق واحد عشان ما يبقاش كلهم بنفس الطعم. ودوت ممكن احط عليه شويه من الزيت، اتبله بشويه زيت، ومش احط عليه ملح ولا فلفل، نحط شويه زيت على ده وشويه صغيرين من الخل. يبقى اذا انا استعملت هنا شويه من الحمضيات اللي هي الخل وشويه ثوم، وده كان الجزر. الجزر مسكر شويه زيه زي البنجر. البنجر حاجه من الحاجات اللي هي موجوده برده، ما بنستعملهاش الا في الطبيخ، او لو عملناها سلطه بتتحط مخلل بس. انا كل اللي عملته سلقتها، هحط معاها سوداني، بجيب سوداني مجروش متحمص، ومش هحط معاها اي سوائل. هو البنجر مسكر شويه بس، اديله شويه مزازه من عصير الليمون، شويه مزازه صغيرين وحبه ملح صغيرين يظهروا الطعم بتاعه. يبقى دوت بخليها كنوع سلطه تانية وبقلبهم، وبدل ما يبقى مخلل حطيت، بدل ما يبقى طعم الخل فيه طعم الليمون، وخليت الخل هنا في الجزر. بنفس الطريقه انا عايز اعمل تتبيله تانية، وعايز اعمل خضار تاني، ممكن استعمل الخضار اللي هو فلفل وطماطم وخيار، لكن بدل ما اعملهم واخلطهم كلهم مع بعض، هجيب طبق واعمل السلطه ديت بحيث انها تبقى في طبق واحد كذا نوع بقدمه، واخلي كل واحد ياخد اللي هو حبه. يعني لو جبت الطبق هنا وابتديت احط اول نوع احنا عملناه اللي هو الجزر، خليته في ناحيه في جنب، وبعد كده باجي وراعي الالوان، بحط شويه تانيين هنا هوت من الفلفل، معلهوش اي نكهه ولا اي طعم، حطيته زي ما هو كده. والطماطم متقطعه برضو صغير بحطها هنا، فبدل ما اخلطهم كلهم على بعض بحط شويه من دوت، وبرجع تاني احط لون تاني اخضر، بس ممكن يكون من الخيار او من العجور، ممكن احطهم كده. وبعدين اقول عندي بقى النوع التاني اللي هو الحلو، اللي هو طعمه برضو مسكر زي الجزر بس من الناحيه التانيه، نحط ده هنا اهو كده اهو. فاذا طبق السلطه كلها ما اتخلطش كل حاجه، ما حطيتش كل حاجه ومسكتها وخلطتها على بعضها، لا خليتهم كل حاجه لوحدها، وكل حاجه بقى ليها طعم. لو عايز اضيف انا على الطماطم ديت طعم تاني، ممكن اجيب شويه فلفل وشويه بقدونس على اساس اعمل صلصه، ممكن الصلصه ديت تبقى مختلفه شويه وتبقى تتبيله للسلطه نفسها. احط شويه ملح وتوم وبقدونس، واحط هنا ممكن الزيت والخل ومعهم عصير ليمون كمان. يبقى ديت بقت صلصه ممكن اخليها على جنب، ممكن استعملها لحاجتين، نقلبها هنا كده اهو، وممكن ديت احطها على الخيار والطماطم والفلفل اللي احنا عملناه، او ممكن اعمل سلطه تانية. مش لازم برضو السلطه تكون سلطه بارده، ممكن تكون دافيه. فهنا هجيب شويه زيت، وممكن اجيب حبه من البصل، محمر خضار فيها بصل وطماطم اللي هي نفس مكونات السلطه. وممكن بدل استعمل الخيار استعمل كوسه، يبقى انا جايب كوسه، وممكن كوسه تكون متدبله شويه، ممكن اسلقها شويه. باذنجان ممكن مقلي نص قليه او بحطه ني، وجزر برده مسلوق شويه. يبقى اذا نفس مكونات السلطه ديت ممكن اعملها باكتر من طريقه. الطريقه ديت ان انا بحط كل الحاجات هنا اهو، وبتبلها بشويه ثوم، وممكن استعمل الدقه اللي احنا عاملينها اللي هي الصلصه اللي احنا حطينا فيها الخل والليمون، نحط شويه هنا. يبقى اذا ممكن تكون سلطه دافيه، يعني السلطه مش لازم تكون بس هي سلطه بارده، ممكن اعملها بالطريقه دي. هسيبها تدبل شويه، وعقبال لما تدبل شويه نعمل معاكم اهم واسهل حاجه موجوده اللي هو الخيار والعجور اللي موجود عندنا في المطبخ، وبنقدمه تقريبا بطريقه واحده. بجيب هنا العجور او الخيار وبقطعه بالطول، يعني بجيب العجور نفسه وبقطعه بالطول على اساس ان انا اجيبها واحطها في قلب الطبق اللي اقدمها فيه. نفس المكونات، هيكون عجور طماطم وخيار، نجيبها هنا اهوت ونفردها، نحطها كده اكنها زي فكره مروحه. نفس الشيء انا ممكن استعمل الخيار بنفس الطريقه، يعني ممكن هنا طبق السلطه دوت يكون خيار او يكون عجور. نجيب الخيار لو حبينا نعملها خيار او عجور زي ما قلت، نجيب واحدة هنا اهو نفردها كده اهو، بعملها زي فكرة المروحة. وبجيب الطماطم، بخلي الطماطم، بشيل الطماطم، القلب الطماطم كده اهو. لو انا حابب اقدم كمية كبيرة من الخضرة والطماطم تبقى اقل،
بنشيل كل دوت، وحتى ممكن اجيب رجلة او جرجير نحطهم في قلب الطماطم. هي اصلا نفس الفكرة هي السلطة، بس طريقة تقديمها هي اللي ممكن تكون مختلفة شوية. وبعدين نجيب الدقة اللي احنا قلنا عليها، نحط هنا شوية من الصلصة ديت، نحطها كده اهو. وانتوا كنتوا سمعتوا السؤال، نحط هنا شوية من الدقة هنا اهو، وديت كانت السلطة اللي هي الدافية. هجيب الطبق اللي اقدمه فيها. فاذا عملنا كذا نوع من السلطة، والسلطة نفسها اللي هي معمولة كانت من كام نوع خضار. مش لازم بس الخضار يكون بارد او سخن او سلطة، معناها ان هو متقطع ومحطوط على بعضه ومعصور عليه ليمون، ممكن يكون دافي وممكن يكون بنفس النكهة نفسها اللي احنا متعودين عليها بس بطريقة مختلفة شوية. فدوت من سبت الخضار اللي احنا قلنا عليه، ممكن نعمل توفيق وتبديل. عندي 1 2 3 4، ممكن نقول 5 6 7 انواع، وتبقى الموضوع بتاعنا اللي هو بتاع الحلقة ان احنا بنستخدم الخضار. كان اهم حاجة واظرف حاجة، لو انتوا شفتوا الطريقة اللي هو اتكلم بيها بتاع الخضار وقال لي دلوقتي احنا نعمل الحاجات ديت، وانا قلت له اهم حاجة نلون اكلنا، واهم حاجة نحط عليها شوية دكوة. هنبقى نعمل الدكوة في حاجة تانية، في مرة تانية، في وقت تاني. لكن عندنا سؤال هنسمعه من المشاهدين، ولما نرجع نكمل معكم ونعمل حلو هيكون بسكوت. ودايما عمرين. ودايما عمرين. بسأل عن البسكويت اللي بتعمل بالنشادر، يعني في الغالب دايما بتلقاه بيقى ناشف، يعني فبدنا نعرف انه السبب بيكون شنو. بعد ما عملنا الاكل بالخضار والسمنة الخضار، ممكن نعمل حاجة حلوة ونحط فيها الحاجات اللي احنا عايزينها، بس برضو مش هنحط فيها كميات كتيرة من الزبدة او الدهن. هنستعمل نوع من الدقيق، دقيق عادي ودقيق سمولينا، وكمان هستعمل جوز الهند. كل المكونات الجافة مع البيكنج باودر ديت اللي بحطها الاول كلها وبدمجها مع بعض، لكن ما بخلطهاش مع العجانة، لان ببتدي الاول بالحاجات اللي هي ممكن محتاج انها تتخلط زي الزبدة. نحط هنا الزبدة، وبعد كده بحط معها السكر. فبنزل الاول السكر، والسكر هستعمله يكون سكر بودرة. الفكرة فيها ان انا عايز اعملها زي الكريمة، يعني عايز اعمل الزبدة زي الكريمة الاول. فنحط هنا السكر البودرة مع الزبدة، بمجرد ما بتبتدي يتداخلوا مع بعض هبتدي اضيف البيض. فنجيب هنا البيض، اتأكد ان كل المكونات هنا هتندمج تماما مع بعضها، ولو في كمية زبدة ماسكة لسه في العجانة بتأكد ان كلها اندمجت مع بعضها. وبعدين بكمل عجنها او خفقها، وبعدين بضيف البيض تدريجيا. نحط هنا البيض، نضيفه واحدة واحدة لغاية لما كل دوت يندمج. بقى دوت عندي السوائل اللي انا هستعملها او السائل اللي انا استعملته، كل حاجة انا حطيتها مع بعضها هنا. بعدين ببتدي اضيف الدقيق، اول ما تبتدي تنعم شوية ابتدي اضيف الدقيق، وبحاول كل مرة ان انا ممكن اضيفه تدريجيا هنا، على اساس ان هو لما تتداخل العجينة ديت، العجينة ديت مش عجينة كيكة، يعني مش محتاج ان انا اخليها هوائية، كلها هتبقى صلبة او هتبقى متماسكة مع بعضها. تأكد ان كل الدقيق هنا نزل جوه، نعلي السرعة شوية. بمجرد ما بتبتدي تندمج بس انزل الزبدة اللي موجودة في الجناب، نرجع تاني واضيف كل الدقيق مرة واحدة. فالفكرة في العجينة ديت انها بتكون ما بين الكيكة وما بين البسكوت، يعني بتبقاش ناشفة جدا. وده السبب زي السؤال اللي جانا اللي هو بيقول لو بعمل بسكوت ايه البسكوت، ليه بيبقى البسكوت معايا ناشف؟ لو بعمل بسكوت نشادر ليه بيبقى ناشف او بيبقى مش معمول ما بيبقاش هش؟ الفكرة في اما نوع الدقيق اللي مستعملينه مش دقيق اصلا خاص بموضوع ان هو يتعمل للبسكوت، او اذا كان السبب التاني ان هو ممكن يكون محطوط في فرن حرارته واطية، مش فرن حامي. الفرن الحامي ممكن يحرقه بسرعة لكن ما بيسويهوش. اللي بيخليه ناشف ان الفرن بيبقى حرارته واطية، فبتسيبوه الفرن لمدة طويلة فكل اللي فيه بيتبخر فبيبقى ناشف. المهم بعد ما بعجن العجينة ديت
وزي ما بقول العجينة ديت ما بلهاش دعوة، مش هتكون فيها مشاكل خالص، لان العجينة ديت بتبقى هي زي ما احنا شايفين كده، ممكن اشكلها حتى بايدي، يعني ممكن ديت اللي اخدها واعملها واشكلها واعمل منها الشكل اللي انا عايزه، يعني هي بتبقى عجينة ممكن اعجنها بالايد، يعني ما كانش محتاج ان انا احطها في العجينة، بس اختصارا للوقت ممكن اعملها بالطريقة ديت. الفكرة فيها ان انا بجيبها واشكلها بالشكل اللي انا عايزه، ممكن اعملها بالطريقة ديت او ممكن اعملها مدورة، يعني ممكن نجيبها كده اهوت وندورها نكورها واعملها حجم اصغر شويه، يعني بضغط على الجنب ده والجنب دوت، فبتبقى من الجنبين عامله زي ما احنا شايفين كده دوت، ودي بتبقى دايره، نعمل الدايره ونكورها وبعدين بضغط عليها بصباعي، وممكن احط في دي مكسرات لو حبيت، نجيب الطبق اللي هنحطها فيه او الصاج اللي هنحطها فيه وبنحطهم هنوت وبنرصهم، وبعدين ممكن ازينها باي نوع من المكسرات. فاذا الفرق بين العجينه ديت وعجينه اي نوع تاني من البسكوت اللي احنا بنتكلم عنه او بنعمله، ان العجينه ديت بعد ما هدخلها الفرن واطلعها وهي لسه سخنه بسقيها من الشربات، يبقى هنا ما بين الكيكه وما بين البسكوت ممكن نحط اي نوع مكسرات، ممكن نحط سوداني او لو حبيت ممكن استعمل فستق او لوز او اي نوع مكسرات، وطبعا السوداني هيكون طعمه ظريف معاها، لو حبيت حتى ابشر شويه او اجر شويه عجينه مش هيجرى حاجه لو انا ضفتها عليهم. حطهم هنا وبعدين بدخلها الفرن. قبل ما ادخلها الفرن لو عايز اشكلها وادي لها شكل بالشوكه، ممكن اجي بالشوكه اضغط على الناحيه دي او الناحيه دي، وبتدي شكل ظريف لما بتستوي. احطهم كده اهو، لو حبيت حتى ما احطش مكسرات ممكن اخليها من غير مكسرات، والمدوره هخليها زي ما هي مدوره، بس انا بعمل دوت في هو الاشكال اللي هي بتبقى بيضاويه شويه. هحط دي في الفرن ولما تطلع وهي لسه سخنه هسويها واحط معاها شويه من الشربات اللي هو القطر زي ما قلنا، اللي هو بيبقى شربات ومعمول قطر. تطلعها بتبقى ده الشكل بتاعها، وفي نفس الصينيه بحط كميه كبيره، يعني بجيب شويه من القطر وبسقيها بحطها عليها واسيبها تتشرب. بعد ما بتتشرب اشيل البسكوت دوت او البسكوت اللي احنا عاملينه، بعد كده بصفي طبعا الشربات دوت، بصفيه مش برميه، بس بتاكد ان كل واحده فيها اتشربت. فاذا مش هو ده المشكله السؤال اللي انت سالتوه، ان ليه البسكوت بتاعي بينشف، ده ممكن نوع من الانواع اللي هو يخليك تعملوا البسكوت بطريقه وما تقلقوش اذا كان بينشف لو عندكم مشكله فيه. طبعا مش معناها ان انتم ما تعملوش البسكوت دوت لو ما عندكوش مشكله في انه ينشف، لكن بتبقى الفكره فيه ان هو ظريف وسهل ومضمون في النتيجه بتاعته. فدوت بعد ما بسيبه شويه يتشرب بيبقى ده الفكره. فما بين الكيكه وما بين البسكوت بيبقى واخد بيبقى هش شويه من جوه، وفي نفس الوقت بيبقى عامل زي البسكوت لانه معمول بطريقه البسكوت او البيتي فور اللي هو بتعمل في الفرن. فهيكون عندنا سؤال، طبعا مش هيكون عن البسكوت، ما اعرفش لسه السؤال هيكون عن ايه، لكن عارف ان في سؤال وعارف ان في كمان هدايا خاصه بالسؤال. لكن احنا عملنا مع بعض حاجات من الخضار كتير، وقلنا انها حاجات صحيه وحاجات ظريفه، ده ما يمنعش ان احنا ممكن ناكل حاجه زي كده، بسكوت زي كده طعمه ظريف وما فيهوش كميه كتيره من الدهن. لما نكمل معاكم هنقول لكم ايه السؤال وان شاء الله تفوزوا بجوائزكم. دايما عمرين هبه، لو النهارده قلت لك في الاكل اللي احنا عملناه دوت كله، وانا عارف انت بتحب الخضار وحاجات كلها ملونه، الطريقه العاديه المعروفه للسلطه اللي هي بتجيب الخضار وبتقطعه على بعض، يعني ما بتقدم بالطريقه دي. طب لو قدمناه بالطريقه دي انت تحبي تاكلي كده ولا تفضلي انه جميل؟ هو التنوع طبعا احسن، يعني انت لو بتتعود تاكل السلطه بطريقه واحده هتكون ممله يعني. طيب البسكوت ايه رايك فيه؟ حلو. طيب نسالهم سؤال، ناخد من البسكوت ولا من الخضار؟ عندنا اسئله كتيره ممكن نقولها. اسالهم انت. اسالهم اقول لهم ايه؟ طيب انا جاوبت على موضوع البسكوت، كان فيه السؤال اللي جانا بيقول ليه البسكوت بيبقى ناشف، حتى لو كان بنشادر ولا غير نشادر. فبالتالي الموضوع اللي هو او سؤالنا النهارده اللي هو يكون بتاع المسابقه، انا جاوبت وقلت ليه البسكوت بيطلع ناشف، واي حاجه تقولوها هتطلع صح. وقبل ما نسيبكم نحب نتمنى لكم ونقول لكم دايما عمرين ودايما عمرين.
ودايما عامرين. هو ايه اللي حصل؟ هي دي مش جاهزه اصلا؟ انت عارف احنا معطلينهم كده يا جماعه، دول جايين يعملوا شغلهم وبنمشي، احنا بنوقف في السكه معطلهم. اتفضل يا جماعه. واحد واحد واحد. قولي له 2-2-0. 2-0. عامرين. هو انت شغال لوحدك ومش شغالين لوحدهم، الطوالين اللي فوق دول ليه؟ انتوا جايين تصوروا، ما حدش فيكم جاي يشتغل ها؟ محمود المقرفص ده بالنسبه لاجابه السؤال عشان كان السلك باين. فبنعيده تاني.